أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في الموسم الثاني من برنامج دردشة مع هند معانا النهاردة ضيوفنا المخرج الشاب سعيد الشربيني نرحب بيك مرحب بيك أستاذ هند ومعانا الفنان الصاعد محمد البنا أهلا بيك أستاذ محمد أهلا بيك أستاذ شرفتونا آه... هت... النهاردة هنتكلم مع الأستاذ سعيد وعايزينك تعرف نفسك يا استاذ سعيد اتفضل. آه سعيد الشربيني آه خريج اعلام جامعه تكساس. آه رئيس مجلس اداره آه شركه آه نجوم ميديا للانتاج الفني والسينمائي. ورئيس مجلس اداره الاكاديميه الدوليه للعلوم التكنولوجيا آه تعرفنا بنفسك استاذ محمد. آه محمد ابراهيم آه حافظ بن سويف. آه شهره محمد الشويحي. وحبيت اني اجي هنا شاف من على طريقكم انتوا والاستاذ فاضل سعيد الله محمد وربنا ان شاء الله يوفقنا الحمد لله يعني اهلا بكم يا جماعه شرفتونا عايزين نتكلم مع الاستاذ سعيد الشربيني طبعا ونعرف منك يا استاذ سعيد بدايه مشوارك الفني انا ابتديت السنه اللي فاتت اول ما ابتديت كان معايا استاذ مصطفى بكري اشتغلت فتره مع استاذ مصطفى بكري مساعد مخرج واشتغلت مخرج منفذ آه رمضان اللي فات عملت آه اعلان وان شاء الله في رمضان ده هنبدا نصور في مستشفى 2020 ان شاء الله بدأت ولا لسه هتبتدي في المسلسل؟ لا احنا صورنا كام حاجه ولسه باقي التصوير يعني شغالين فيه ان شاء الله تمام استاذ محمد كنت عايزه اتعرف يعني اتعرف منك بقى على دي موهبه ولا ده حلم ولا الحكايه ايه؟ كلمنا عن نفسك هو موهبتي في التمثيل كان حلمي معايا وانا صغير جدا. كنت احب ان انا اعمل افلم على اهلي ووالدي وكده امثل عليهم اي دور ان انا تعبان او كده علشان خاطر ما المدرسه وكده. فكان حلمي ان انا اطلع ممثل. اكتشفت نفسك ان انت ممثل من, من الحوارات اللي انت بتعملها في البيت يعني. في البيت. تمام <applause> انا ممكن واحد يمسك ايدي اقول له قلبي واعمل نفسي ان انا تعبان جدا. يصدقوا. يصدقوا يجروا بيه <applause> على المستشفى خلاص. روح الدكتور يعرف ان انا فعلا تعبان. باين على شكل تعبان طب دي, دي كانت موهبه ولا انت يعني كنت شايف ان انت بتعمل حوارات عشان تهرب من حاجه دي ولا دي موهبه دي موهبه عندي ان انا اعمل تمثيل على اي حد تمام امثل دور على اي حد حاجه مش عاجباني امثل على اي دور فحبيت ان انا انمي من نفسي على طول لحد ما كبرت واشتغلت في مجال المقاولات يعني انت اصلا يا استاذ محمد شغال في مجال المقاولات أنا مجال شغلك ملوش دعوه بموضوع السينما هي موهبه لا هي موهبه اوكي تمام فحبيت ان انا انمي واطور من نفسي اكتر عملت ايه بقى عشان تنمي من نفسك وتطور من نفسك اتجهت للتدريب في ورش وكده لحد ما اتجهت اخدت ورشه تمثيل اخدت ورشه يعني. التمثيل مع المخرج العظيم الاستاذ مصطفى جمال بكري تمام وخدت معاه فتره تدريب تحياتنا للمخرج يعني مصطفى بكري طبعا مخرج الشاب معروف ربنا يوفقك يا استاذ مصطفى اتفضل فالحمد لله اتدربت معاه ودربني ازاي أقف قصاد الكاميرا وطلع موهبه من عنده هو فعلا صراحه طب هو الاستاذ مصطفى لما رحت له يا محمد وقلت له ان انت عايز تاخد ورشه اللي انا اعرفه عن الاستاذ مصطفى ان لو في شاب يتقدم للورشه وهو مش موهوب ما بيشتغلش معاه ما بيقبلوش ما بيقبلوش انا ده اللي انا اعرفه عن الاستاذ مصطفى يعني الاستاذ مصطفى اشتغل معاك فعلا ونمى الموهبه عندك نمى الموهبه لان انا ساعه ما رحت قال لي طب ايه اعرفك ان انت ممثل عملت عليه حوار ومثلت عليه فعلا وتعبيرات الوش وكده فقال لا انت ممثل بس انت عايز تتنمى اكتر ايوه يعني تاخد تدريبات بقى أكثر. وتشتغل آه. على نفسك يعني اه بدأ يشتغل معايا اكتر ويدربني اكتر لحد ما تطلع الموهبه فعلا خلالي. محمد نزل معانا تدريب فتره استاذ آه مصطفى دربه طبعا كويس جدا أخذ آه معانا اكتر من ثلاث شهور تمام آه طب يا استاذ آه. سعيد معلش اقطع حضرتك يعني ثلاث شهور شايف ان الثلاث شهور كفايه تدريب إن الموهبة تتنمى وإن هو يشتغل وإن هو يبدأ يعمل أدوار ما على حسب مش كل واحد ممكن واحد ياخد معايا سنة شخصيات مختلفة بالضبط بالظبط يعني. ممكن واحد ياخد معايا شهر ممكن واحد ياخد معايا اثنين بس محمد أخد معايا ثلاث شهور تمام محمد أخد معايا ثلاث شهور تمام لولا ما بقى بقى مؤهل إنه يشارك في حاجة مع أستاذ مصطفى بكري تمام طب إحنا سؤالنا بقى لحضرتك يا أستاذ سعيد طبعا أنا يعني أعرف إن اللي بيدخل مجال الإخراج أو التمثيل بتقابلوا صعوبات بتقابلوا مشاكل عايزين بقى حضرتك تكلمنا عن الصعوبات اللي قابلتك او المشاكل اللي قابلتك في مشوارك الفني طبيعي اي حد بيقابله مشاكل في حياته في اي مهنه بيشتغلها ده اكيد اي طبيعي. مهنه فيها مشاكل وبتقابلك صعوبات الطبيعي انا بس الصعوبات الاكتر في مجال التمثيل ومجال الاخراج لان دي حاجه مش سهله تمام انا اشتغلت يعني فتره مع استاذ مصطفى وما زال برضه شغال معاه فاحنا شغالين مع بعض انا ما بروحش مثلا بره ولا كذا لا انا بشتغل مع استاذ مصطفى فاحنا مش شايفين ان في مثلا مشاكل بتقابلنا ولا الكلام ده طب كويس والله الحمد لله الحمد لله, الحمد لله يعني فضل ربنا طيب كنا عايزين يا استاذ محمد يعني تكلمنا عن دور عملته حاجه شاركت فيها حضرتك شاركت شاركت في اكتر من عمل شاركت في فيلم قصير مع الاستاذ مصطفى بكري مصطفى بكري اي يعني. شاركت معاه في الفيلم ده كان فيلم قصير مهرجان اسمها كان الدولي واشتغلت معاه فكنت طالع بدور كويس الحمد لله وقررت فيه طب ما تكلمنا عن الـ عن, الـ عن الدور اللي انت عملته يعني دور في فيلم ايه كنت عامل دور حراسه لشخصيه مهمه جدا مقابله وزراء وكلام ده في فيلم ايه بقى في فيلم لحظه ندم لحظه ندم مع المخرج الشاب مصطفى بكري. اه. صح؟ لحظة تمام. ندم. لحظة ندم. طيب كلمنا عن الدور. الدور بتاعي ان انا كنت زي انا كنت ضابط حراسات خاصة بس كان لبسي كله مدني أأمن المهم ان انا أدنى. أأمن الهدف اللي انا مرغوب ان انا أمنه ده ما يتحركش في اي مكان الا بخطوات. مني انا نمشي مع بعض لازم أمنه يعني يعني اللي انا فهمته ان انت ظابط حراسه بس أوه. مش لابس آه لا آه مش لابس ميري مش لابس ميري لابس أوه. ملكي عادي لابس يعني عادي. عشان ما يعرف ان انت ظابط يعني في دور دمه. متنكر يعني ولا ايه؟ بالظبط عشان ما محد... حدش شخصيه مهمه بتقابل وزراء بتقابل حاجات اه فانت ملازمه يعني ملازمه طول الوقت طول الوقت اي مواعيد بتتجه ليه هو بتاخد ده مع فيلم لحظة ندى ده فيلم لحظة طب نادة. حاجة تانية عملت حاجة تانية؟ اشتغلت مع مخرجة في مسلسل عادي عملت فيه خمس حلقات كان بيتذاع على قناة صوت مصر وكده واشتغلت معاها في أدوار مرة طلعت صعيدي طب هنكمل كلامنا بعد الفاصل معانا فاصل ونعود لكم تاني إن شاء الله طيب <applause> خلاص خلاص هو في حاجة يا لا 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 اي حاجة الأذان 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 خلاص عشان الأذان أذان الظهر لو الظهر أذان حاضر طيب أه هترجع من الفاصل كده؟ <applause> انت طيب هترجع من الفاصل تمام في حد لسه متجوز جديد وكده فكنا عايزين نبارك له ايه عايزين نبارك له مين حد متجوز ااا أه حد له أه... تمام وانا اعرفه اه له يعني مين طب قول مين وانا بارك له اسمه صالح الهواري لا بارك له انت انا ما اعرفوش انا بارك له <applause> 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 طيب يا محمد كلمنا تاني اصل انا ما خدتش بالي انت بتتكلم عن ايه اللي انت قلته صورت فيه خمس حلقات مسلسل؟ لما ما تجيبش صورة لا قول تاني, تاني قول المسلسل ده تاني قول اتكلم فيه تاني يعني قول المسلسل ده الأذان ده من الوقت بتاعنا أه يا أستاذ تامر الساعة كام معاكي؟ الساعة كام معاكي؟ بس ما أعرفش معيش الساعة الساعة كام؟ طب قول لهم الساعة كام عندك؟ الساعة كام يا باشا؟ طب قبل معاك. بالله عليك قبل ما تقفل عرفني بس إن إحنا نقفل قبلها بدقيقتين عشان أعرف أختم أنت هتسأليني إيه بقى تاني؟ تمام ايه؟ ما ما جابش اسمين. لا انا عايزاك تتكلم عن الاعمال اللي انت عملتها اشهر نفسك. انت طالع هنا ليه؟ طالع تبين نفسك بتكلم بجد والله. اتكلم قول انا انت قلت لي مسلسل ايه اللي انت عملته وقلت انا صورته في مسلسل ذكاء انثى. ايه؟ مسلسل ذكاء انثى. اسمه ايه؟ ذكاء مع مين ده؟ ذكاء انثى. مع صورت فيه خمس حلقات. لسه معانا. <applause> طيب <ممت> انت هتتكلم <applause> هقول لك رجعنا لكم تاني ونكمل حديثنا مع محمد البنا كلمنا بقى محمد عن المسلسل اللي انت كنت بتتكلم عنه اللي هو اسمه ذكاء انثى تمام تمام كده؟ تمام طب كلمنا بقى عن الدور اللي انت كنت عامله في المسلسل المسلسل ده حلقات منفصله اه يعني مش, مش مش 30 حلقه مش 30 مستمر حلقه مستمرة او بتحكي نفس الحكايه لا كل يوم حلقه جديده حلقه تختلف عن الثانيه ايوه ايوه يعني في حلقات يعني انت عملت تقريبا كده كام دور فيها انا عملت خمس حلقات بخمس ادوار بخمس مش دور ادوار واحد. مختلفه اه تمام تكلمنا طيب عن مختلفة. الشخصيات اللي انت عملتها شخصيه كنت طالع فيها رجل اعمال تمام رجل اعمال فكانت عني زايغه شويه وبتاع فلوس والكلام آه، ده اه الدنيا وايزه طبيعه البشر كده تمام وعملت دور صعيدي ان احنا هنتكلم على, على الطار والكلام ده ازاي ان احنا نهدي الدنيا ما فيش ما دم والكلام ده كله تصلحوا يعني اه واتكلمنا برضو على الدجل والشعوزه والنصب والكلام ده ادوار حلوه خالص يا محمد وادوار مختلفه اه يعني حلوة. ادوار انت بتلخص فيها الادوار اللي بيعملها المسلسل اللي, آه، اللي بيعملها كده. الممثل في كذا حاجه في كذا يعني. حاجه في كذا مسلسل في كذا انت لخصته في مسلسل, مسلسل واحد مسلسل واحد ايوه عملت خمس ادوار ما شاء الله طيب نكلم الاستاذ سعيد بقى كلمنا استاذ سعيد عن الاعمال بتاعتك يعني حضرتك ايه الاعمال اللي انت عملتها او اللي انت بتشتغل فيها حاليا دلوقتي احنا دلوقتي شغالين في مستشفى 2020 اه كمان عملنا فيلم اسمه الطيب بطوله الفنان عيد ابو الحمد وعملت اه وعملت طبعا طلعت مخرج منفذ مع استاذ طيب مصطفى ممكن باجر. تكلمنا بقى عن مسلسل 2020 شوقتنا شو ليه؟ والله انا هو هيبقى مفاجاه يعني وطبعا يا جماعه طبعا من ضمن من ضمن المفاجاه طبعا اللي هتكون معانا استاذه هند طبعا مشاركه واخده دور معانا طبعا برضو في حرقت المفاجاه على فكره يا استاذ سعيد دي آه كانت مفاجاه للجمهور حرقتها <applause> وصورنا الاعلان في رمضان اللي فات يعني بالتوفيق ان شاء الله, الله ويا رب يخليك يا رب نشوف احسن مسلسل ان شاء الله في رمضان إن شاء الله طبعا معاكم الاستاذ هين ده يكون آه مسلسل طبعا حضرتك منورانا طبعا, <تصفيق> طبعاً, <تصفيق> طبعاً <تصفيق> تسلم لي الله يخليك يا رب معانا اتصال احمد الو الو السلام عليكم السلام ورحمه الله اتفضل يا فندم اتفضل سامعاك يا استاذ احمد اتفضل انا اتكلم اكلم الاستاذ سعيد اتفضل حضرتك اتفضل يا استاذ سعيد معاك معاك يا فندم سامعك يا فندم اتفضل انا من اشد المعجبين بيه والله حبيبي ربنا يخليك يا فندم الله يخليك حبيبي يا استاذ سعيد الله يخليك يا فندم ع... عارف مين معك اه عارفك اكيد يا فندم حبيبي صالح مش كيف حبيبي حبيبي معانا استاذ صالح إيه معانا استاذ صالح, إيه صالح. إيه اولا بارك لك على الزواج ان شاء الله السعيد وربنا يرزقك بالذريه الصالحه ان شاء الله الله يبارك لك يا استاذ سعيد الله يخليك الف الف مبروك يا عريس الله يبارك لك الف مبروك <applause> ربنا يسعدك يا رب الله يبارك فيك يا فندم ربنا يسعدك <applause> <بارك ليك. تصفيق> الف مبروك شدين الموجبين بالاستاذ بنهنئك بالجواز والله الله يكرمه ربنا ان شاء الله يكرمك ويرزقك بالذريه الصالحه ان شاء الله بنشكرك على مداخلتك والف الف مبروك ليك نكمل مع الاستاذ سعيد عن اخر عمل او اللي انت شغال فيه دلوقتي اللي هو مستشفي 2020 المسلسل بتجهزوه لرمضان ان شاء الله ان شاء رب العالمين هيتذاع في رمضان يعني ان شاء الله, إن شاء الله. وطبعا الأستاذ محمد معانا فيه. اه طبيعي ان شاء الله مشترك فيه ان شاء الله تبقى مفاجاه الموسم ان شاء الله يا رب باذن الله ان شاء الله تكون بدايه موفقه ليك يا استاذ محمد والاستاذ <applause> <والمشا تصفيق> سعيد ان شاء الله الله يخليك يا رب أستاذ محمد عايزاك تكلمني عن دورك في مسلسل مستشفى 2020 دي خليها بقى مفاجاه علشان تبقى مفاجاه للجمهور <applause> مش عايز تحرق الدور <تصفيق> <تصفيق> يعني <applause> عايزين نحرق بقى المفاجاه وبعدين إن انت حضرتك معانا الاعلاميه هند معانا يا المفروض كانت حاجه عايزينها مفاجاه بصراحه المفاجأة لا يعني. هو المسلسل كله مش ينفع نقول حاجه عليه دلوقتي خالص ما يعني. انتوا خلاص حرقتوا المفاجاه ان انا موجوده معاكم يا <applause> سعيد المسلسل يعني. كله برضه تبقى مفاجاه للكل باذن الله موفقين ان شاء الله الله يخليك طيب كلمنا بقى عن الحوارات اللي كنت ابتدينا بيها ان انت كنت بتعمل حوارات عشان عايز توصل ان انت عندك موهبه هو حلم انا الحلم ده كنت شايفه صعب جدا كنت شايفه فعلا صعب وفي نفس الوقت بدعم اهلي والدي ووالدتي الله يبارك لهم هو ده اللي انا كنت لسه هسالك فيه يا محمد حد دعمك ان انت توصل ولا حد قال لك يا ابني ده مشوار صعب يا ابني خليك في شغلك يا ابني طبعا الاهالي بتتكلم كده الاول من وجهه نظرهم ان ده حلم عرفه. بعيد او مش تعرف توصل الاول اهلي ما كانوش يعرفوا والده ووالدته واخواته ما كانش يعرفوا عشان كنت خايف ان هم يمنعوني عن حاجه زي كده انت عارف ايه الرياف والكلام ده يقول لك عادات وتقاليد وعيب وكده فمع الدعم من والدي لما تفهموا الموضوع بقى يدعمني اه ده حاجه كويسه جدا جد ان والدك يقف معاك يعني اللي انا اعرفه او اللي انا بشوفه ان يقول له لا ده كلام فاضي ده آه كلام فارغ, فارغ خليك في شغلك معلش يعني اتعلم لك صنعه خليك في اعمل لك مشروع كده يعني آه لكن ان والدك يدعمك ويقف معاك دي حاجه كويسه جدا والدي دعمني بعد ما عرف ان انا باخد ورشه وكده بقى يدعمني واهلي دعموني واصحابي وصراحه يعني لما كرمت في فيلم لحظه ندم اهلي بقى يدعموني و وعمامه واصحابه له كده لا طب كمل. كمل ربنا يكرمك وتطلع حاجه كويسه تمام عشان تشرف اهله طب, نشرف أهل طب لما عرفوا ان انت اشتركت في في مسلسل هيتعرض في رمضان كان يعني رايهم ايه يا محمد او كلموك قالوا لك ايه يعني انت خلاص بدات ان انت تحط رجلك على بدايه اول المشوار ولا قالوا ايه هم قالوا لي انت كده بدات في الصح ابدا وكمل للاخر لحد ما ربنا ما يكرمك ما فيش طريق أي طريق في الدنيا علشان تمشي فيه لازم يقابلك حط قدامك هدف طبعا هدف واصر على الهدف اللي أنت عايز توصل له ده إن شاء الله هتوصل له بس كله بأمر من الله يعني مش مثلا أنا عايز إن بس أنت بتجتهد بقى طبعا مش لما يقابلني شوية صعوبات أقول لا ده مستحيل لا. أنا أنا كنت بحلم حلم مش هيتحقق لا. ويأس بقى لكن أنت كملت اه وطبعا بتشجيع والدك ووالدتك طبعا لازم تشكرهم على الهوا وتقدم اهلي دول لهم كل الشكر والتقدير والفضل انا بصراحة مهما فضلت اشكر فيهم واتقبل يد ايديهم ورجليهم قدام الناس كلها مش هرد 1% من اللي هم كانوا بيعملوا معايا سوره التكريم اه دول ليهم عندي يعني ربنا يكرمني واسعدهم وشرفهم واتشرف بأهله واتشرف بأهل بلدي وكده وانفع بلدي في نفس الوقت ربنا يوفقك يا محمد انت شخصية محترمة وربنا يوفقك محترم. وان شاء رب العالمين نشوف نجم كده بإذن الله نجم سينما وتلفزيون يا رب ان شاء الله ان شاء الله يا رب طيب يا أستاذ سعيد معانا صورة لمحمد البنا وانت بتتكرم طب كلمنا محمد عن الصورة دي كانت امتى والتكريم ده كان عن ايه؟ التكريم ده كان على الفيلم القصير اللي احنا عملناه فيلم لحظه ندم لحظه ندم ده المخرج مصطفى بكري والمخرج والمخرج المخرج مصطفى, بكري, مصطفى والمخرج بكري والمخرج علاء نصر والمخرج, والمخرج علاء نصر ايوه والفنان محمد صلاح والفنان محمد صلاح والفنان محمد البنا حفلة التكريم دي الف الف حاجة. مبروك يا محمد على التكريم الله يبارك فيك يا نكلم بقى الاستاذ سعيد عايزين نعرف منك يا استاذ سعيد لما يعني لما يجي لك شاب كده عايز يدخل معاكوا الورشه تمام هو كل تفكيره او دماغه هو ما عندوش موهبه او ما عندوش حلم زي محمد بنقبلهوش. او غيره وهو كل تفكيره انه عايز يبقى ممثل مشهور او عايز يوصل لحاجه معينه في لا الماغ. هو لو مش موهوب تتعامل ازاي لا لو مش موهوب احنا ما بنقبلهوش بيبقى جاي باين عليه الموهوب بيبقى باين والمش موهوب بيبقى برضو باين في اللي جاي طبعا اللي هو هدفه ان هو مثلا فلوس ومعندوش موهبه الكلام ده لا ما, ما بنقبلهوش طب يا استاذ سعيد عايز اسالك سؤال اتفضلي انت حققت احلامك <applause> كلها ولا جزء منها يعني انت كان في دماغك وانت لسه بتبتدي حياتك كده انا حلمي كذا انا عايز اوصل لده وصلت له ولا وصلت لجزء منه هو حتى يعني اه بص يعني انا ابتديت تمام بس لسه اللي انا عايزه ما وصلتلوش اه انا بس لسه ببتدي علي. اه بس علي انا لسه انت ببتدي تلصر. اه انا لسه ببتدي انا لسه ما عملتش حاجه في حياتي آه بالمناسبه انا لسه عندي 23 سنه تمام الحمد لله يعني تمام آه لسه ببتدي يعني اسست اكاديميه واسست آه شركه انتاج انا واستاذ مصطفى بكري بس بالنسبه اللي احنا عايزينه لا احنا لسه ما عملناش حاجه مش ده اللي احنا عايزينه لسه بقى لسه في كتير عايزين تبقوا مخرجين طبعا معروفين ولكم اعمال معروفه ده, ده, ده اكيد ولسه بقى في حاجات تانيه برضه في دماغنا احنا لسه اهداف لسه برضه قدامنا احنا بنسعى ليها عشان نوصل لها طيب يا استاذ سعيد انا عايزه منك رساله توجهها للشباب توجه رساله للشاب اللي عنده هدف وعنده حلم ودايما يقعد يقول لا ده انا حلمي صعب ان انا اوصل له هدفي بعيد قوي ان انا اوصل له انا عايزاك توجه رساله للشباب هما كلمتين حقق حلمك حقق حلمك ده برنامج <applause> اللي هو بقى ايه اسعى اسعى لحلمك إيه، صدق حلمك صدق حلمك سوري انا قلتها حقق طيب يعني انا إيه، صدق انا عندي صدق حلمك انا عندي حلم عايز احققه اسعى ليه اسعى ليه اسعى ليه اسعى ليه قدامنا يعني نماذج 23 سنة شاب طبعا بيبتدي حياته وصل اللي وصل له يعني أنا أسعى وأعمل وحد وقف إيه جنبك يا أستاذ سعيد ولا أنت اللي عملت نفسك بنفسك لا أنت والله أنا أنا نفسي بنفسي ما حدش وقف جنبي ولا ما حدش ساعدني ده طبعا بعد الفضل لأبويا وأمي طبعا وأخواتي يعني طبعا برضو اللي بيشجعني أكتر معايا أخويا طبعا الكبير أبو إسلام تمام ده بيزنس مان يعني فهو اللي هو اللي بيساعدني هو بيمولك يعني لا هو مش بيمولني لا تفرق هو بيسا بيسا بيساعدني بيشجعك آه. تشجيع بالكلام بس ولا بالماديات كمان لا لا لا, لا, لا بالكلام بالكلام <applause> وطبعا الفضل طبعا برضو يرجع للحج وللحج يعني طيب, طيب. الاستاذ محمد عايزين منك نفس الرسالة اللي توجهها برضو نشوف رأيك ايه ان انت توجه رسالة للشباب اللي نفس الكلام بيقولوا احنا مش عارفين نوصل لحلمنا نفسنا نعمل ونفسنا نوصل بس مش عارفين توجه لهم رساله وتقول لهم إيه؟ كل انا اقدر اوجه له رساله اقول له صدق نفسك ما تيأسش امشي في طريقك خلاص عرفت ان الطريق ده ولقيت ناس كبيره شجعتك فيه اصر على الهدف عشان توصل له خلي عندك اصرار وعزيمه لو الواحد فينا بقى عنده عزيمه ان هو عشان يوصل لهدف بامر من الله يوصل له لانه خلاص انا عندي هدف ان انا اوصل من هنا للطربيزه دي فانا مش قادر لا إني يئست ان جيت في نص الطريق ويئست هقع مش هقوم تاني لا اكيد فانا لازم خلاص اوصل لازم يبقى عندي عزيمه واراده ان انا اوصل لهدفي والحلم ان أنا اوصل لحلمي فربنا بيقدرنا ونوصل مع ناس طبعًا. محترمه الاستاذ الله يخليك يا استاذ خليك ومعلمي يا استاذ مصطفى بكري ما اقدرش انا حييته في, في اول برنامج <applause> وبحيه تاني الاستاذ مصطفى بكري كل الشكر والتقدير له المخرج الاكبر موهبه والاصغر سنا تحياتي استاذ مصطفى يعني انا بشكر استاذ محمد جدا على اللقاء الجميل وعلى الرساله الجميله وعلى بصراحه انت شاب نموذج كويس وطيب بجد يعني اشكرك يا استاذ محمد وبشكرك يا استاذ سعيد على الرساله الجميله دي وبشكرك على الاعمال اللي انت عملتها وبشكرك على حرق المفاجاه اللي انت حرقتها انت والاستاذ محمد يخليك. في المسلسل موفقين ان شاء الله باذن الله آه وان شاء رب العالمين يكون لنا لقاء تاني ان شاء الله بعد اذاعه المسلسل ان شاء الله ده اكيد اكيد ووعد هيكون لنا أكيد إن شاء الله. آه لقاء مع الاستاذ محمد ومع الاستاذ سعيد ومع الاستاذ مصطفى بكري يشرفنا ان شاء الله يكون معانا يكون معانا في بعد اذاعه مسلسل مستشفى 2020 وطبعا وصلنا لنهايه حلقه برنامجنا النهارده دردشه مع هند باذن الله لنا لقاء اخر الاسبوع القادم الساعه 12 انتظرونا